السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندنا سؤالين مهمين. السؤال الأول: حكم من صلى قبل دخول الوقت، واحد قال الله أكبر وهو في الصلاة سمع الأذان، الصلاة غير صحيح لأنك صليت قبل دخول، لأن من شروط الصلاة دخول الوقت وأنت صليت قبل دخول الوقت. فلو صلى الإنسان وسمع الأذان وعلم أن الأذان أذن أو دخل وقت وهو في الصلاة يقطع الصلاة ويعيد الصلاة. السؤال الثاني في هذا: متى يعيد الصلاة؟ إحنا عندنا اعتقاد إذا واحد نام عن صلاة يصلي مع صلاة بكرة، وهذا خطأ من وجهين. أولا عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها، واحد توقع من النوم فات أكثر من الصلاة، متى صليها؟ قال فليصليها متى ذكرها، لا كفر له إلا ذلك، صليها الآن. الشيء الثاني: هل تضمنك تعيش إلى غد؟ ما يضمن الإنسان، فهذا دين ودين الله حق يقضى. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال يصليها متى ذكرها، يعني تصليها الآن. سؤال: لو تذكرت الصلاة في وقت النهي تصليها؟ طيب تذكرت الصلاة وأنا كنت مسافر بعدين وصلت بلدي تصليها 4 ركعات. طيب كنت مقيم وسافر تذكرت وأنا في السفر تصليها ركعتين. القاعدة الفقهية: العبرة بالمكان لا بالزمان. كانت صلاة علي وأنا مقيم بعدين سافرت تصليها ركعتين، كنت مسافر وأقمت تصليها 4. العبرة بالمكان لا بالزمان.